دي حادثة متكررة لو افتكرنا انت حادثة الهرم. هي متكررة، لكن معنى كده ان انت عايز تقول تقصير، انت تجيب لكل ضابط حارس عليه، ما ينفعش يعني، لا يجوز. لكن احنا نبقى متوقعين ان هناك نسبة من هذه العمليات سوف تتم في المراحل احنا قلنا عليها. بس ممكن اغير الخط السير يعني، لو رجع في شغله في العربية دي يركب عربية تانية، لو ركن النهاردة هنا يركن بكرة، مش ده يعني ده كل ده مش يوم بيجي يحط العربية هنا وينزل الساعة 8 الا تلت يركب عربيته ده يعني، لو طفل رصده. انا برد عليك على اعتبار انك بتكلم عن تقصير اجهزة، لا مش لكن صح، انا ممكن اغير خط سيري، ممكن كل يوم اقول للعسكري انت سبت العربية ولا لا، اذا سبتها طب بص يا ابني تحتها وشوف فيها، يعني يقدر يبص يشوف الكلام ده كله. تمام. وبعدين عمليات الفحص بالمرايات اللي من تحت العربيات دي موجوده في كل مكان، تستطيع انها يتبين لها اي عبوات تكون قد لصقت بالسياره. فالعمليه يجب انها ناخدها طبعا يعني باهتمام شويه، يعني لازم يكون في الشعب المصري في طيبه وفي ثقه بالدنيا كلها والى اخره، وهذا الكلام مش موجود دلوقتي نتيجة العمليات الإرهابية الفظيعة اللي بتتم. ويجب علينا وعلى الإعلام على فكرة دوركم كبير جدا في هذه العملية. طب نعمل إيه؟ وعوا المواطنين، وعوا العساكر الشرطة، العسكري الشرطة ده عسكري يعني بيبقى مجند برضه، وغالبا ما عندوش شهادة، ما عندوش حاجة، ما عندوش كلام من ده، فمحتاج إن هو يتوجه، محتاج إن هو يتبعت له رسالات إعلامية سواء من الإعلام أو من رئاساته. برضو يجب أن يكون هناك توعية من الرئاسات المختلفة في الشرطة للضباط وللعساكر وللسواقين وللحراس وكل هذا الكلام. فهي عملية متكاملة، لكن مهما عملت ده كله لن يخلو الأمر أن ممكن تحصل حادثة فردية.